حقيقة ما حدث يعني مساء أمس في مدينة الحمدانية كارثة بكل معنى الكلمة. الحادث راح ضحيته مئات بين يعني وفاة وإصابة، غالبيتهم من نساء وأطفال. حقيقة أتواجد الآن أنا في مستشفى الحروق بالجانب الأيمن من مدينة الموصل. يوم أمس يعني انطلق كل أهالي الموصل، شبابها، مؤسساتها الأمنية، كوادرها الخدمية، دوائرها، الكل توجه إلى الحمدانية لإنقاذ المصابين وإجلاء الجرحى وإخلاء الموقع، موقع القاعة الذي احترق بالكامل. يعني للأسف حسب ما شاهدنا يوم أمس في موقع الحريق، وحسب ما يعني نقل لنا مختصون، أن القاعة مشيدة من مواد قابلة للاشتعال وأيضا مساعدة على الاشتعال، يعني وأيضا لا توجد فيها مخارج للطوارئ، لا توجد فيها إجراءات سلامة، وبالتالي يعني ما حصل يعني منع الكثيرين من الخروج، خصوصا أن الغالبية أطفال ونساء لم يستطيعوا الخروج من القاعة، وبالتالي يعني تعرضوا للاختناق والحريق. لا تزال لحد الآن جثث متفحمة، حتى وزارة الصحة أرسلت كوادر من بغداد لإجراء فحوصات الدي إن إي. حقيقة يعني الوضع في عموم محافظة نينوى حزن كبير يخيم على أهالي محافظة نينوى، حتى يعني العراقيين في مختلف المحافظات. حتى دولة رئيس الوزراء أعلن الحداد العام في عموم العراق لمدة 3 أيام. الآن في المستشفى من خلفي هنالك حالات يتم علاجها، وصلت أيضا مساعدات من محافظات دهوك وأربيل وكركوك وصلاح الدين. أرسلوا سيارات إسعاف، أرسلوا كوادر طبية، أرسلوا علاجات، وحتى بعض الجرحى يعني نقلوا من الموصل إلى محافظة أربيل، إلى مستشفيات أربيل لتلقي العلاج. هنالك تضامن وتكاتف عراقي كامل، نعم، تجاه هذه الفاجعة. حتى وزراء، وزير الداخلية ووزير الصحة وصلوا إلى موقع الحادث، ووصلوا إلى مدينة الموصل أيضا للوقوف على يعني أسباب الحادث وما تحتاجه المدينة وما يحتاجه الجرحى وذوي المصابين يعني في هذا الوقت. نعم، أنا أريد أعرف من عندك لحد الآن الحصيلة الرسمية لعدد الوفيات والمصابين لحد هذه اللحظة. نعم، يعني لحد الآن ما أكو أي حصيلة رسمية. آخر رقم سمعناه أنه المتوفين تجاوزوا، يعني عدد الوفيات تجاوزت 100 وفاة، والجرحى تجاوزوا 200 جريح ومصاب. يعني حسب شهود عيان من أبناء المنطقة كانوا متواجدين بالقرب من القاعة، القاعة كانت تضم ما بين 500 إلى 600 محتفل بحفل الزفاف، يعني ولذلك الأعداد كبيرة. أيضا يعني كما قلت في بادئ الامر، هناك جثث متفحمه، هنالك يعني اطفال مفقودين. قبل قليل كان احد الاشخاص جاء من الحمدانيه الى هنا بحثا عن طفل مفقود. يعني كثير من الحالات لم تتضح حتى الان، حتى يعني الجهات الرسميه كدائره صحه نينوى وحتى وزاره الصحه لم تعلن حتى الان عن اي حصيله رسميه لضحايا هذا الحادث. لكن الارقام اللي اعلنت بحسب مسؤولين انها قابله للزياده بشكل مستمر. نعم، طبعا احنا اكيد هذا الشيء مؤسف، ومثل ما انت ذكرت احنا شاهدناه بالبدايه وكل مواقع التواصل. اريد اعرف يمكن اكثر انه شلون تفاعل الناس مع هذا الموضوع واقبالهم للمساعدات، سواء التبرع بالدم او غيرها، كونك انه انت حاليا موجود قرب مشفى. حقيقة يعني أنا يوم أمس وصلت إلى موقع الحادث بعد أقل من ساعة على وقوعه، وجدت أمامي قوات من الجيش العراقي، قوات من الشرطة العراقية، الدفاع المدني، الإسعاف، حتى يعني منتسبي الحشد الشعبي، مواطنين من مختلف أطياف ومكونات نينوى، يعني من مختلف الأديان، جاءوا يعني هرعوا لمساعدة المصابين لإجلاء الجرحى. حتى في داخل مدينة الموصل والمناطق البعيدة عن موقع الحادث، ومن لم يستطع الوصول إلى المنطقة يعني ذهب إلى أقرب مركز دم للتبرع. حتى شباب انتشروا في الشوارع لجمع تبرعات. بعض الأشخاص أو الناشطين من مدينة الموصل جمعوا ملابس للعوائل والنساء والأطفال القادمين. يعني كما يعلم الجميع أن الذي يتعرض للحريق يعني يكون بحاجة إلى ملابس ليتم تغطيته أو ما إلى ذلك. يعني شباب قاموا بجمع ملابس هناك
هنالك شباب يعني جمعوا فيما بينهم مبالغ مادية وذهبوا إلى الصيدليات لشراء العلاجات والمغذيات ويعني الأدوات الطبية التي يحتاجها المرضى. حقيقة التكافل الاجتماعي جميل جدا، الكل تكاتف، الكل متكاتف منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الآن في سبيل يعني توفير كل ما يحتاجه الجرحى وذوي الضحايا. نعم.